فريد باشا. أيمن صافي. أيوه افتكرتك. مش أنت بتاع قضية كار مسلم؟ دي بداية زي الفل وهتوفر علينا كتير قوي يا باشا. مش فاهم تقصد إيه؟ في مسجون عند سعادتك اسمه رؤوف المليكي، الشهير بدافنشي. دافنشي؟ الحقيقة أنا مش فاهم حضرتك بتتكلم عن إيه؟ يا باشا ما تخافش. أنا لا بلعب ولا بتخبس عليك، وأديك قايلها لسه بنفسك، أنا ضحية كارما سليم. أيوه طيب، إيه علاقة الكلام دوت بال مصلحة يا باشا، مصلحة مشتركة بيني وبين سيادتك. أنا ليا طار عند كارما سليم ومش طايلها، بس معايا السكينة المسنونة على الشعرة اللي هديها لك تذبحها بيها قبل ما ترشقها في قلبك. أشكرك إزاي بقى يا أيمن باشا؟ بإنك تطمني يا باشا، طمني وقولي إن الفرخة اتدبحت وبترقص رقصة الموت. رد، قلتلك مش هيرد. ما بيردش ليه؟ لو سمحت أنا عايزة أكلم في الراوي ضروري، لازم أكلم في الراوي ضروري. اهدي وتعالي كلميني، فهميني إيه اللي حصل وإيه المسج اللي جاتلك في عفرتتك بالشكل ده. فاطمة. فاطمة؟ أيوة فاطمة، اللي قابلناها في عزبة الورد، وقعت في ايدين ايمن صقر وقالت ان انا باجي هنا الوزاره ليوسف الراوي وخليته يكلمها. ايمن صقر؟ يطلع مين ايمن صقر ده كمان؟ ايمن صقر اللي بوظت له القضيه بتاعته واتنقل بسببي. اكيد من ساعتها وهو بيتبع خطواتي وبيراقبني، وهو اللي سرب الخبر لفريد طهيمه. الله يخرب بيتك يا فاطمه. صدق الله العظيم، يا رب افرجها والنبي يا رب افرجها بقى يا رب. اهلا وسهلا، نورتي المستشفى. اهلا يا مستر باب. اهلا، اتفضلي ارتاحي. ميرسي، متشكره. هو برضو مش حضرتك الدكتوره اللي سكنتي عندنا جديد في عزبه الورد؟ ايوه بالظبط كده. اهلا بيكي، تحت امرك يا دكتور. الامر لله. هو انا سمعت كده بالصدفه من نوجه الشغاله ان حضرتك بتشتغلي هنا انت والدكتور شريف طه. ايه ده الدكتور شريف؟ هو انت تعرفي الدكتور شريف؟ جدا يا فندم، ده انا سبب خطوبته من الاستاذه كارما سليم المحاميه. المحامي؟ ايوه، اصل انا كنت بشتغل في المستشفى اللي كانت بتتعالج فيها، وهو كان بيجي لنا يعني منتدى للزيارات الخاصه والتوادم. طبعا عارفه. اكيد عارفه، بس ما تعرفيش طبعا ان انا كنت همزه الوصل بينهم لحد ما بقت قصه حب جميله ما شاء الله. لا كتر خيرك، ده انت حتى باين عليكي برضو ست عظيمه. كنت يا مس رباب، الحمد لله يعني، بس الحال اتدهور بيا قوي وجوزي توفى وسبت شغلي وما بقاليش مصدر رزق في اي حته. فلما يعني سمعت انكم شغالين هنا قلت اجي اسلم يعني، واطلب من الدكتور شريف يشوف لي شغل وكده، بس قالوا لي انه ما بقاش بيجي تقريبا يعني. بس كده؟ هو انا رحت فين يا دكتوره؟ ده احنا حتى جيران وولاد حته واحده. يا رب يخليك، يا ربنا يخليك يا حبيبتي. وكفايه برضو ان انت جايه من طرف ست الغاليين الاستاذه كارما سليم. ايه ده؟ مش معقول، دي كانت على السيره كارما سليم. هرد بعد اذنك. خدي راحتك كلميها وانا راجع لك كمان شويه. ماشي. ايوه يا كارما، ده انا دخت عليكي. انت ايه اللي عملتيه ده يا فاطيم؟ عملت ايه؟ أنا مش منبهة عليكي إنك أوعي تقولي لأي مخلوق إن أنا بعرف يوسف الراوي. أيوة، بس أنا كلمتك كتير عشان أعتذر لك وكده يعني، بس ما كنتيش بتردي، وبعت لك رسالة. بعت لك رسالة طويلة شرحت لك فيها كل الظروف. الظروف إيه اللي تخليكي تقولي سري لواحد زي أيمن صقر؟ ما هو الظابط الواطي ده كان عايز يحبسني. هو أنا اللي هتحبس دلوقتي يا فاطيم؟ يا لهوي، يا نهار أسود، تتحبسي إزاي؟ لبسوني ثلاث قضايا بسبب عملتك السودا دي. انت ايه؟ لما اشوف القرف اللي احنا فيه ده. ايه ده؟ وكمان ماسكه لي تليفون. في ايه؟ هو التليفون ده؟ لا التليفون ده من حقي. حقك ده كان زمان يا استاذه، انت هنا متهمه وهتلبسي الكلمشات وهتطرحي على النيابه. يا كارما، مين ده اللي هيحبسك ويوديك النيابه؟ يا انت انا محاميه. امشي ولا كلمه. لو سمحت حضرتك امشي ولا كلمه ولا صوت. يا نهار اسود، ضيعتيها يا فاطمه، ضيعتي الست الوحيده اللي عطفت عليكي يا ملعونه، يا ملعونه يا بنت
ضيعتيها يا فاطمه. هيا يا دكتوره، كلمتي الاستاذه كارما؟ ما اعرفهاش، انا ما بعرفهاش، انا ما اعرفش حد. انا كدابه، كدابه وبتبحت في اي حد عشان اشتغل وكده. انا ما قلتش عايزه اشتغل. مش عايزه اشتغل، انا عايزه اموت، انا مش عايزه اشتغل. انا فاطمه. مين فاطمه دي؟ فاطمه دي بقى اول مسمار اتدق في نعش كارما سليم، اول خيط عرفني علاقه الست كارما بالبهوات اللي في الوزاره. شكيت انها بتراقبني طبعا، عايزه توقعني في اي غلط تسخن بيه عليا الوزاره. لا يا احمد باشا، لازم تعرف ارجوك، الحوار ده بيتشكل عليا، في حاجه بتتدبر من ورايا. واحمد بيه ما كدبش خبر، صاحبي وزي اخويا ودفعه واحده، وانا اللي شغلته في الوزاره بعلاقاتي القديمه، وعنده استعداد يخدمني باي تمن حتى لو دخل برجله قفص الاسد. صفوت دي جوه يا ابني. لا سعادتك، مكتب الباشا مساعد. روح هات لي فنجان قهوه لغايه ما يجي. حاضر سعادتك. حته مايكرو صغيره من عهده الشغل تقرب الصوره وتسمعنا حوار كارما هانم مع سياده اللواء. كنت حمار وفاهم نفسي مهم في الوزاره والحوار هيدور عليا وعلى مشاكلي. ما جاش في خيالي ان اللعب ده كله يبقى على تقيل. هو المخبر ده متسجن فين يا يوسف؟ صعد متسجن تحت رئاسه فريق طايمه من حوالي 20 سنه فاتت. في ايه يا فندم؟ هو حضرتك لسه شاكك في حاجه؟ لا انا مش شاكك في حاجه، أنا خلاص تأكدت من كلامك، بس إحنا لازم نقدم تقرير وافي لمساعد الوزير عشان يوافق على طلبك. طلبي أنا؟ أيوة طبعاً، الإجراءات لازم تتم بشكل رسمي. ركزي معايا، أنت هتقدمي لي بلاغ باسمك وأنا هرفعه للمساعد بتاع الوزير. هتطلبي في البلاغ إجراء تفتيش سري وعاجل على المعتقل، وهتروحي معانا كمان. سري وعاجل؟ يا واطي يا خاين يا ابن الكلب، تبيع صاحبك ودفعتك وسمعه الداخليه كلها عشان واحده زي دي؟ خلاص بقى يا باشا، الراجل خد جزاؤه، عفى الله عما سلف. خد جزاؤه؟ انت متصور يا ايمن انه كده خد جزاؤه؟ ورحمه امي ما هسيبه الا وهو طالع بفضيحه من الداخليه، واخليه يعيط عليها طول عمره ويحصل ده في وشي. صحيح يا باشا، سيادتك كلتني كده في الكلام وما قلتيش عملت ايه مع الاخ دافنشي. انا ما قلتلكش صحيح؟ لا يا باشا. دافنشي خلاص يا ايمن باشا، بح